احنا في وسط احياء شعبيه قديمه عتيقه، هذه من الداخل واش نوريكم من الداخل، هو هكذا هكذا بالضبط، هكا انظروا وكانكم في الداخل الان، كانكم الداخل تو في البنايه اللي وريتها لكم، ها هو كانكم الداخل، يا ها تروادي رجله، خلينا نكملوا الطريق بتاعنا. ها البنايه هذه فما لوحات معناتها فنيه، سوف نعجلوا طريقة محلات سوف تغلق، شوفوا معنا ثم عباد قاعدين يحتسيوا في المشروبات نتاعهم. هذا اوتيل هوتيل جولدن برونن، نزل العين الذهبية، يا شفن ده اخ نزل العين الذهبية. انا تعدينا بوحدة، احنا في وسط الاحياء كما قلت لكم ومطعم ونزل. انظروا هذه الدراجة جميلة، ها يا شاف منش كذي هذم أحذية جلد كلها صنع باليد، ديحانة مغلقة. محلات أغلقت للديكور، أوتلات هذه للديكور، يعني أوتلات يعني هما الأشياء التي فات عليها سنة وسنتين من الموضة فيقومون بأسعار جيدة جدا فيها. هذه كله محل يصنعون الأشياء باليد، كله باليد يصنعون السبتة يعني مثل ما تريدها، أو الحذاء أو الكرتاب الساك. انظروا اللي يعني التاشة في هايستي السلة يصنعها من الجلد حسب الطلب، أحذية وسلات حسب الطلب. هنا يصنعون المعاطف والمخاضد وكل شيء أيضا باليد، صنع حسب الطلب الموديل الذي تريده والفورير. يا والله، والآن عدنا إلى المكان الذي بدأنا منه، جاك فولفسكين، وهذه يعني تريد أن تصبح مليونيرا يعني أو أكثر من المليونيرات، هنالك الأشخاص الذين يريدون جني المال دون عناء وتعب أو التحيل على الناس بجلب يعني الاستعطاف. أقول هذا طبعا وحتما لأن في ألمانيا كل الأشخاص يقتضون رواتب أو إعانات، فلا يوجد شخص يحتاج إلى أن يطلب، هذا يعني مستحيل. كله يحتسي مشروبات للترويح، الترفيه عن نفسه والترويح. صورة الأميرة الألمانية زوتال، هي هذا زوتال، هي هذا هذا منظر جميل. هناك أشغال فوق في هذا المبنى، هذا أدراجنا هنا، ايا فايل ايفن فان سفايم بينكلندا. والله كان رجلان اثناء التبول هنا عندما بدات تصوير، صورتهم في الفلوج الاول القصير. احنا هنا احبائي، القلعة الصغيرة، ركنة السيارة في الأعلى هنالك، سوف نذهب إلى هنا. هاستو جوتريكت؟ أوكي. صح أخطر. أوكي أحبائي إلى هنا أصل إلى نهاية هذا الفلوج القصير. أحبكم كثيرا، إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. في أي حين يعني عندما يسمح التصرف أن أصور فيديو سوف أصور لكم، أحبكم، إلى اللقاء، باي باي. Peace and love. Tittiri tittiri.